شباب عاملين ايه؟ الاخبار كل سنه وانتم طيبين وسنه سعيده ان شاء الله. الماده دي ان شاء الله ان احنا ناخدها ماده اسمها اسس الرسم والتصميم، هي مفروض في المستوى الثالث. طبعا في ناس منكم في المستوى الثاني وفي ناس في الرابع، يعني بتخلصوا المواد انا عارفه. هي ماده سهله ان شاء الله. طبعا انا عارفه انتم مش بتحضروا المحاضرات، فيعني رجاء الناس اللي هي مش بتحضر المحاضرات تسمع الاونلاين دوت علشان خاطر تعرف تتابع وتعرف تحل الامتحان ان شاء الله عشان ننجح ونخلص من المادة دي على خير بإذن الله. نفتح المحاضرة ثانية واحدة. المحاضرة الأولى هناخد فيها إيه؟ الأول هنعرف يعني إيه أسس الرسم والتصميم دي، يعني إيه؟ هنعرف إيه هو الرسم والتصميم بالحاسب الآلي، يعني إيه هو إزاي تعريف الرسم والتصميم بالحاسب الآلي. هناخد حاجة اسمها الفرق ما بين التصميم بالحاسب الآلي والتصميم التقليدي اللي هو العادي، الفرق ما بينهم هما الاتنين. هناخد حاجة اسمها أنواع الرسم والتصميم بالحاسب. إيه الحاجات اللي هي الأنواع اللي بستخدمها عشان أصمم بالحاسب الآلي. هناخد حاجة اسمها كيفية مثال، يعني نوضح بيه إزاي نصمم لافتة بالحاسب الآلي. هناخد حاجة اسمها أنواع البرامج بتاعت الرسم والتصميم، وإيه هي أشهر البرامج دي. في المحاضرة الأولى هنتكلم في الحاجات دي، يعني إيه رسم وتصميم، ايه الفرق ما بين التصميم بالحاسب والتصميم التقليدي، ايه هي انواع الرسم وانواع التصميم بالحاسب، وناخد مثال، وناخد كمان انواع برامج الرسم، وناخد اشهر برامج الرسم. تمام، دي المحاضرة الاولى، هي سهلة خالص. هي المادة بتتكلم عن اللي هو ازاي حاجة كده زي الفوتوشوب، واحنا هندرس فوتوشوب برضو كجانب عملي، هندرس الفوتوشوب ان شاء الله. اول حاجة نعرف يعني ايه رسم وتصميم بالحاسب. ايه هو رسم وتصميم بالحاسب؟ التصميم بالحاسب الآلي من اسمها كده هو عملية تصميم وإنشاء الرسومات والصور والنماذج ذات الأبعاد الثلاثية والثنائية عن طريق استخدام برامج الحاسب الآلي المتخصصة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هو بيقولك إن أنت لما تيجي تصمم حاجة بالحاسب الآلي معناها إنك بترسم صورة، بترسم رسمة، بتزبط صورة. الصورة دي ممكن تبقى نموذج عبارة عن ثلاثي الأبعاد زي الرسومات اللي احنا بنشوفها في الإعلانات وفي الأفلام الأجنبي والإعلانات اللي هي فيها رسومات متحركة، الحاجات اللي بنقول عليها ثلاثية الأبعاد أو الثنائية كمان، يعني في الثلاثية والثنائية، عن طريق إن أنا بستخدم برامج الكمبيوتر. في برامج كتير كمبيوتر دلوقتي زي أشهرهم الفوتوشوب، إن احنا بنعمل إيديت على الصور بتاعتنا بيهم، بنغير، بنعمل فيديو كرتون، ممكن نعمل جيمز، كل الحاجات دي اسمها رسم وتصميم بالحاسب الآلي.
بيقول ان احنا ممكن نستخدم التصميم بالحاسب الآلي في مجالات عديدة، زي ايه؟ زي التصميم الهندسي والمعماري والرسوم الكاريكاتورية اللي هي الكاريكاتير، والتصميم الداخلي والتصميم الجرافيكي وغيرها. يعني ايه الكلام ده؟ هو بيقول ان المجالات اللي الكمبيوتر دلوقتي موجود فيها، ان انت ممكن تصمم بيها بالحاسب التصميم الهندسي والمعماري دلوقتي في كليات الهندسة. زمان كنا بنشوف المهندسين بيمسكوا لوح، اللوح دي بيقعدوا يرسموا فيها بالليام والساعات، ويجيبوا انواع قلم رصاص مختلفه ويقعدوا يخططوا ويجيبوا مثلث مش عارف شكله عامل ازاي، ودايره وبرجل والكلام ده كله، ويقعدوا يرسموا لوح كتير. دلوقتي لا، ممكن في حاجه اسمها التصميم الهندسي ومعماري، في برامج زي برنامج كده مشهور في الهندسه اسمه اوتوكاد. البرنامج ده لما بيستخدموه هو بيرسم لهم الحاجة اللي هم عاوزينها، سواء ثلاثية الأبعاد ثنائية الأبعاد. بنشوف ده مثلا في العمارة وهي بتبني، واحنا ماشيين في الشارع مثلا لو في عمارة جديدة بتبني، بتلاقي رسم لك كده زي لوحة كده بالعمارة وشكل العمارة من قبل ما تبني، ومرسومة وملونة وكأنها متصورة بالظبط، وهي فعلا بتطلع بعد ما بتخلص بتطلع نفس الشكل اللي العمارة مرسومة بيها. كمان في ناس ممكن انها تشوف شكل شقتها قبل ما تدخل تستلمها مثلا، وقبل ما تبني بيديك زي تصميم كده وتخيل لشكل الشقة، وفعلا بعد ما بتخلص الشقة بتطلع بنفس الشكل دوت. في حاجة اسمها تصميم داخلي وتصميم جرافيكي، هو ده اللي هو التصميم الداخلي اللي زي ما بقولك، يعني معماري من بره او تصميم داخلي داخل جوه حاجة، جوه المعمار نفسه جوه الشقة. والجرافيك كأنك بتتخيل مثلا انت خلاص حطيت العفش بتاعك عامل ازاي، جرافيك عن طريق تخيل، يعني كأن هنا مثلا في ركنة، هنا في تلاجة، هنا في بوتجاز، هنا كأن بالظبط انت فرشت الشقة بتاعتك بس بالجرافيك بشكل وهمي لحد ما انت تعملها. ده كل ده بالحاسب الآلي. بيقول ان تقنية الحاسب دي بتسمح بعمل تصاميم معقدة ودقيقة وسريعة التنفيذ مما يوفر الوقت والجهد. في حاجات بتبقى في الرسومات بتاعتها معقدة زي ما انا قلت لك كده، في تصميم اللوح الهندسية بتحتاج ابعاد معينة وبكام سنتي وكام، وهنا ترسم مثلا بعد عامل ازاي، وهنا في مثلا هيبقى فيه هنا عمود، وهنا هيبقى فيه اللي هو حيطة عادية. كل الحاجات الدقيقة دي اللي بتحتاج مجهود ووقت، في تقنية في الحاسب الآلي جديدة بتوفر كل الكلام ده كله. بيقول ان انت ممكن تستخدم الرسوم والرموز عشان توضح معاني ومفاهيم معقدة بشكل بسيط وسهل الفهم للمستخدمين. يعني ايه؟ يعني كل الرسومات اللي انت يعني مثلا هديكم مثال، مثلا هوريكم مثال كده. هوريكم مثال دلوقتي.
عايزة اوريكو زي صورة توضيحية كده، حاجة بسيطة خالص، مثال بسيط. مثلا هنا انا هنا موضحة ايه، انا بقول ممكن استخدم الرسوم او الرموز لتوضيح المعاني والمفاهيم المعقدة بشكل بسيط وسهلة الفهم للمستخدمين. مثلا ايه دلوقتي، ده تصميم بسيط خالص ما فيهوش اي حاجة. مثلا لو انا في مكان وعايزة اقول للطلبة او اقول في مطعم او في محل ان ممنوع التدخين، فبشكل بسيط خالص رسمت السيجارة وحطيت عليها علامة اللي هو الاجنور كده، او علامة اللي هو يعني ان ده لا ده ممنوع، وكتبت تحتها ممنوع التدخين. لو انا برضو ما كنتش كتبت كلمة ممنوع التدخين دي كان عادي، كانت هتتفهم برضو انه مفيش نو سموكينج، برضو مفيش هنا حد يدخن، يعني انا من غير كلمة ممنوع التدخين كان برضو هتتفهم ان انا بقول ممنوع التدخين، ولكن مكتوبة برضو احتياطي. دايما الحاجات اللي هي فيها ارشادات دي بيحطوا رسمة وبيحطوا كلمة، ليه؟ عشان بيراعي لو في حد ما بيعرفش يقرأ ولا يكتب، بس مجرد ما هيشوف الصورة هيفهم. فانا هنا استخدمت رمز لتوضيح معنى، ده استخدمته بايه؟ بان انا رسمته بالحاسب الالي، رسمته على الفوتوشوب، رسمته بايدي، احنا ممكن نرسمه بايدينا باي برنامج، بس انا بس انا دلوقتي بشرح نظري فجبت صورة وحطيتها، تمام. يبقى انا ده كده استخدمت الحاسب الالي في ايه، في الرموز وتوضيح معاني، تمام. بالطريقة دي ممكن الانواع والرسوم دي اللي احنا حطيناها دي بتخلي يحصل ايه، ان تحسن يعني دي بتعزز تجربة المستخدم وتسهم في تحسين التواصل والتفاعل مع التصميم، ده بيخلي فيه تواصل احسن وتفاعل مع الحاجة اللي احنا اللي انا بصممها، تمام. طيب بيقول ايه بقى، ايه الفرق ما بين ان انا اصمم بالحاسب او اصمم تصميم تقليدي؟ يعني ايه اصمم بالحاسب الالي او تصميم تقليدي؟ تعال نشوف بيقول ايه. ان التصميم بالحاسب بيستخدم برامج وادوات رقمية، حاجات بروجرام كتيرة، حاجات ديجيتال. ليه بستخدم البرامج دي؟ عشان اعمل تصميم او اعمل تصميم معينة. انما لو انا هستخدم التصميم التقليدي ده بيحصل بايه؟ بايدي، بيحصل بشكل مانيوال، بشكل يدوي، باستخدام ادوات مختلفة زي القلم والورقة والالوان. يبقى التصميم بالحاسب بيستخدم برامج وادوات رقمية، اما لو حاجة تقليدية فهي بتستخدم بشكل يدوي اللي هو الورقة والقلم والالوان، تمام. كلام سهل خالص ومفهوم. طيب المقارنة كمان بيقول ايه، بيقول ان التصميم بالحاسب يعتبر اسرع واكثر دقة ومرونة، بحيث ان المصممين يمكن حيث يمكن للمصممين التعديل على التصميم بسهولة والتجريب عدة خيارات قبل اختيار النهائي. يعني ايه؟ بيقول اني بيقول انه التصميم بالحاسب بيبقى طبعا اسرع واحسن واكتر مرونة من ان انت تستخدم بايدك تصميم بالورقة والقلم، وكمان بيسهلك انك تعدل في التصميم بسهولة وتجربه اكتر من مرة وتقعد تختار حاجات معينة. يعني مثلا لو انت هنا، انا جربت حسيت ان لو انا حطيت هنا لون اخضر ممكن ما يلقش، طب لو انا كنت عاملاه بايدي، يعني لونا بدل الاحمر لونها احنا بايدينا باللون الاخضر، لو حبيت تشيل اللون الاخضر هيبقى صعب ان انت تمسح الوان بايدك، صعب ان انت بعد ما تكتب مثلا بقلم في الماستر اسود ان انت كتبت حرف غلط مثلا هيبقى صعب انك تعدل فيه. انما لو استخدمنا الحاسب في الرسم والتصميم هتلاقي انه سهل انك تعدل اللون الاخضر الى اللون الاحمر وتجرب، هتلاقي ان مثلا اللون الاحمر هو افضل. لو كتبت كلمة ممنوع مثلا كتبت فيها حرف زيادة او غلط تقدر ان انت بسهولة تشيله. اذا سهل ان انت تعدل في رسمة الحاسب عن باستخدام الحاسب عن ان انت تعدل باستخدام ايدك. طيب بيوفر ايه كمان؟ بيوفر القدرة على انشاء تصاميم ثلاثية الابعاد والعمل على مشاريع كبيرة بشكل افضل. انت لو هترسم بالحاسب
في امكانيه واوبشنز كتير ان انت ترسم حاجات ثلاثيه الابعاد، زي مثلا بنشوف لما بيجوا يفتتحوا اماكن جديده بتلاقيهم عاملين مشروع كده بالماكتات، بتلاقي فيه شجر صغير صناعي كده، بتلاقي عمارات مبنيه بشكل صغير كده. الحاجات دي ثلاثيه الابعاد، بتكون حاجات انت لسه ما اتبنتش بس انت شايفها. انما لو في تصميم تقليدي بيكون بقى تفاصيله صعبة، ويعني هو بيكون انت ممكن ترسم حاجة بايدك، هو بيقول انك احساسك بالمواد والالوان ممكن يخليها لطيفة، يعني بيقول ان ممكن يكون فيها تأثير فني انك ترسم الحاجات اللي هي الشجر والعمارات دي وتحط فيها الوان بايدك، اكيد هيبقى فيها شكل فني وجميل عن ان انت ترسمها بايه بالكمبيوتر. بس طبعا هيبقى اكتر تكلفة عليك وهتاخد منك وقت طويل، هي هتبقى حلوة وشكلها جميل ولكن هتبقى اكتر تكلفة في العملية الانتاجية، وكمان هتاخد منك وقت طويل قوي. تمام، بيقول كمان انه بالرغم من كده مع ذلك يمكن ان يتم استخدام الحاسب والتصميم التقليدي مع بعض للحصول على افضل النتائج، حيث يمكن تطبيق مهارات التصميم التقليدي على العمل الرقمي وبالعكس. يعني ايه؟ هنا بيقول لك ممكن انت تستخدم الاتنين بقى مع بعض، انك تستخدم حاجة بالحاسب وحاجة بايدك، يعني بحيث ايه بتطلع حاجة شكلها لطيف فيها في نفس الوقت حس فني من اللي هو كإحساسنا احنا كإحساس الإنسان وهو بيرسم أو بيستخدم مواد الرسم، وفي نفس الوقت بتستخدم الحاسب الآلي عشان خاطر ايه تطلع مهارة أفضل في التصميم. تمام، احنا عرفنا كده يعني ايه الرسم بالحاسب، كلام سهل خالص ازاي بنرسم بالحاسب، ايه هو الفرق ما بين ان انت تصمم بالحاسب وتصمم تصميم تقليدي. نيجي بقى تالت حاجة، انواع الرسم والتصميم بالحاسب، ايه انواع اللي بنستخدمها او انواع الرسم في الحاسب شكله بيبقى عامل ازاي. اول نوع حاجه اسمها التصميم الجرافيكي. ايه التصميم الجرافيكي ده؟ من اسمه كده جرافيك، التصميم الجرافيك اللي هو فيه ايه يتضمن تصميم الشعارات والاعلانات والمواد التسويقيه والرسوم المتحركه وغيرها. الاشعارات دي اللي هي ايه الشعارات، سوري الشعارات زي مثلا شعار مثلا علم، شعار الفيسبوك مثلا شكل شبه اللوجو كده، يعني اللوجو او الشعارات اللي هي الحاجات اللي احنا بنشوف، شعار مثلا كرة القدم، شعار الفيفا، الحاجات دي كلها. اعلانات زي الاعلانات اللي احنا بنشوفها ساعات بيكون فيها حركات كده، فيها جرافيك كده، مش حركات طبيعية، حركات بتبقى معمولة بشكل جرافيك كده بشكل يعني حلو، احنا مش فاهمين وعارفين ان هو ايه، واحنا شايفين وعارفين ان ده مش حقيقي. المواد التسويقية، المواد التسويقية يعني ايه؟ زي ما قلت لكم ان احنا مثلا حد عاوز يسوق لشقق في العمارة بتاعته اللي بيبنيها، فعاوز يوري الناس شكل العمارة وشكل الشقة، فبيستخدم تصميم الجرافيك للعمارة قبل ما تبني بحيث يسوق لنفسه، والعمارة بتبني بحيث يبيع الشقق وياخد فلوس من الناس ويكمل بناء العمارة. رسوم متحركة زي الأفلام بقى الأنيميشن، وزي الرسوم المتحركة اللي بنشوفها في الإعلانات، أو رسوم متحركة في كرتون، أو رسوم متحركة في طريقة التعليم، انه مثلا في المدارس في الطلبه اللي هي بتاخد علوم وبتدرس مثلا بناء جسم الانسان، فممكن يشوفوا جسم الانسان في شكل مثلا ازاي الدم بيتحرك في الجسم، ازاي العضله عضلات الايد بتتحرك، بيجسد لك شكل جسم الانسان وحاجات وبيتحرك من جوه ازاي. طيب التصميم اللي بعد كده اسمه التصميم ثلاثي الابعاد. يعني ايه التصميم ثلاثي الابعاد ده اللي هو الثري دي؟ ده عامل ازاي؟ ده في نماذج ثلاثية الابعاد. يعني ايه نماذج ثلاثية الابعاد؟ اللي هي الثري دي زي ما قلنا الشخصيات، ممكن شخصية نفسها زي مثلا ساعات كده كنا بنشوف محمد صلاح كانوا معمول له زي تمثال كده محطوط بنفس شكله وصورته وكل حاجة، والناس كانت بتتصور معاه،
كان التمثال ده معمول، ده ثلاثي الابعاد افتراضي يعني، مش هو الشخص نفسه، بس معمول لشخصيه موجوده، شخصيات كتير بقى. نفس الكلام مباني، زي ما قلنا المباني ممكن تترسم مش بس على لوحه، لا ممكن تترسم حقيقي يعني، زي الماكيتات كده اللي بنقول عليها الماكيتات، اللي هي الشجر الصغير، العمارات المبنيه انت تقدر تمسكها بايدك. المشاهد الافتراضيه زي ما بنشوف بقى في الافلام الاجنبي، الحاجات بقى اللي بتطلع من تحت الارض ومن الفضاء ومن البحر والكلام دي، كلها مشاهد افتراضيه مش موجوده اصلا، ولكن باستخدام ال 3D وال 4D والجرافيكس بتطلع المشاهد اللي انت بتشوفها دي. حاجه اسمها التصميم الصناعي، مثلا في حد عاوز يعمل منتج، ساعات كده كانوا في المترو زمان، لو حد شاف في المترو كان بتلاقي منتج كده مثلا زي السيفن اب او الفانتا، كان عاملها لك على شكل ازازه، والازازه دي كنتوا بتشوفوها متعلقه في المترو مكان العلاقات اللي هي بتحط ايدك فيها وانت واقف في المترو دي، كان عاملها لك زمان على شكل منتجات، كان هو المنتج بس في شكل صناعي مش منتج حقيقي، ولكن عامله لك مصمم لك المنتج وانت بحس وانت في المترو انت شايفه طول الوقت، فده كان فكرة تسويق وفي نفس الوقت ايه بشكل لطيف. ممكن تصمم كمان اجهزة، زي مثلا ان انت في حد بيعمل مثلا، تلاقي ايه زي حاجة تجريبية يعني، بيديك جهاز بيوريك شكله عامل ازاي، بس هو مجرد بس يعني للعرض، حاجة كده مش انت مش هتستخدمها، انت بتصمم حاجة بس عشان توريها، برضو مهمة في التسويق. نفس الكلام في الآلات ونفس الكلام في التجهيزات الصناعية، كل التصميم الصناعي ده بستخدمه بصمم حاجات افتراضية أو بتخدم الصناعة، وهي ممكن تكونش حقيقية بس بتخدمني كتسويق، كتجريب منتجات تجريبية وهكذا. التصميم الداخلي زي ما قلتلكو، ممكن أصمم حاجة داخلية زي المساحات الداخلية للمنازل والمكاتب والمحلات التجارية والمراكز التجارية، قبل ما اشتري شقة بعمل لها تخطيط للمساحة بتاعتها من جوه، اشوف هي مناسباني ولا لا، اشوف مثلا ان انا عندي عزال عايزة احطه، عايزة احط الركنة في الحتة دي، عايزة افتح هنا اوضة على اوضة، بدل ما انا ابقى بتخيل وانا مش معايا مقاسات، لا انا ممكن دلوقتي احط ابعاد الشقة ومساحة كل اوضة، وابدأ اقول انا عندي عفش عامل ازاي، وابدأ اوزع العفش بتاعي ده في كل اوضة بطريقة معينة، انا كده بعمل حاجة اسمها تصميم داخلي. تمام. التصميم المعماري، التصميم المعماري برضو ده تصميم مباني منشآت معمارية بما في ذلك المخططات والمرسومات الفنية، نفس الكلام اللي احنا قلناه من شوية، مباني منشآت معمارية فيها مخططات ورسومات فنية. التصميم التحريكي، حاجات بقى فيها حركة من اسمها كده، دي فيها انشاء رسومات متحركة وافلام قصيرة ومقاطع فيديو متحركة، طبعا احنا بنشوف ده كله في افلام الانيميشن وافلام الحركة والافلام الصغيرة اللي هي بتكون يعني زي فيلم تثقيفي كده عن حاجة معينة، عايز يديك مثلا، عايز يديك نصيحة بطريقة بسرعة من غير ما، مش هيديك فيلم ولا مسلسل، هو عايز يديك حاجة في دقيقة كده زي لافتة كده يعني، حاجة زي ممنوع التدخين بس بشكل حركة وفيها زي ايه، فيها زي وعي او يعني زي ليلة التنمر، اللي هو ما ترميش حاجة في الشارع، لا ما تعملش الناس وحش، الكلام ده كله يديها لك في شكل فيلم صغير او مقطع فيديو صغير بيتحرك قدامك في شكل بقى انيميشن، في شكل جرافيك، المهم ده كله بيبقى اسمه التصميم التحريكي، ده تبع التصميم بالحس. اخر حاجة، حاجة اسمها التصميم الاعلاني، من اسمه ده يتضمن تصميم الاعلانات المطبوعة والرقمية والشاشات الاعلانية واللوحات العامة، طبعا احنا بنشوف كل ده اعلانات مطبوعة، سواء اعلان انت بيتوزع عليك وبتشوفه، اعلانات رقمية اللي هي الديجيتال دي، زي مثلا انت بتبقى واقف في المترو مثلا وجايب لك درجة الحرارة، بيعلن لك مثلا عن البورصة، في سعر البورصة كام، الذهب سعره كام، حاجات ديجيتال انت بتشوفها قدامك وممكن تطلع لك وانت مش عارف يعني، مثلا تديك زي وعي كده دلوقتي درجة الحرارة كام، سعر البورصة دلوقتي كام، الذهب سعره دلوقتي كام، وهكذا. مين دخلت؟
منا. منا سامعني؟ اه تمام يا منا. انت في مستوى كام يا منا؟ انا سنة اولى، انت اولى ايه؟ كله نظم. انت معاكي اولى نظم؟ اولى نظم اولى عام اولى اعمال ولا ادارية؟ لا إدارية. انت في اولى لسه؟ اه طب ماشي، يعني معاكي مادة اسس الرسم عشان ما تكونيش دخلتي غلط. اسس رسم وتصميم صح؟ لا، مادة ايه اللي انت داخلاها؟ هو احنا كنا عاملين محاضرة النهاردة بس باين مش احنا بناخد رسم وتصميم، فانا باين دخلت محاضرة غلط، بتقولي ايه؟ باين دخلت محاضرة غلط، احنا اه معندناش رسم وتصميم. ما انا بتأكد منك عشان احنا مش سنة اولى، ما عندناش في سنة اه اولى مادة اسس رسم وتصميم، فخلي بالك عشان انت كده مش دخلتي صح. خلاص شكرا. معلش معلش انا اتوقف شوية. أنا آسفة على الانقطاع ده عشان كان في مشكلة. أنا آسفة بس دخلنا على ميتنج مش بتاع مادة الأسس والرسم. نظبط بس الغلط دوت.
كل التأخير ده، معلش نكمل، معلش انا اسفة. احنا وصلنا لحد التصميم الاعلاني، وقلنا ده بتاع الاعلانات واللوحات العامة والحاجات الرقمية، سواء الاعلانات الرقمية والشاشات الاعلانية واللوحات العامة، ودي امثله من انواع التصميم والرسم، تمام، على حسب احتياجات المشروع او احتياجات ايه الفرد. طيب عايزين ناخد مثال نوضح بيه تصميم اللافته بالحاسب الالي. لو انا عندي لافته وعايزه اصممها بالحاسب الالي، نعمل ايه؟ بيقول اول حاجه انت بتختار برنامج التصميم المناسب. لو انت عايز بقى دلوقتي انت شغال، هنتكلم مثلا كأنت واحد شغال في التصميم وفي الجرافيك، وجالك اعلان انت عاوز تعمل اعلان عن منتج مثلا، المنتج ده نقول مثلا عبارة عن ايه، عبارة عن مثلا مثلا عربية، ممكن نقول عبارة عن شقة، يعني انت عايز تسوق لحاجة، ممكن يبقى منتج او ممكن يبقى اعلان مثلا على عربية او حاجة او اي حاجة تانية. المفروض بتختار ايه عشان خاطر تصمم؟ بتختار برنامج يكون البرنامج ده مناسب للحاجة اللي انت عايزها. يعني مثلا لو انت بتعمل مشروع هندسي او معماري، ففي برنامج معين اسمه مثلا اوتوكاد، ده بتاع الهندسة. طب لو انت عايز تعمل لافتة اعلانية في الشارع، ده عادي، ده لوحة، يبقى مثلا بتستخدم الفوتوشوب. طب بتستخدم يعني لكل حاجة بتستخدم لها حاجة معينة، وانا هوريك دلوقتي الانواع مختلفة. فانت اول حاجة بتختار برنامج التصميم المناسب للحاجة اللي انت بتعملها دي. يعني مثلا فرضا هنعمل حاجة زي اللي فوق دي، عايزين نعمل لافتة زي اللي فوق دي كده مثلا. ممكن ناخد مثال عليها، مثال حاجة تانية هقول لكم، مثلا نعمل اعلان، اختار حاجة تانية، لفيتة مثلا لحاجة تانية، واحدة شوف لكم على النت حاجة مختلفة، مثلا اخد دي كده، دي لفيتة لمحل مثلا، دي كده لفتها، اللافته دي لمحل، ده مثلا ده اسم المحل نفسه، الخليل للدعايه والاعلان. ده واحد عايز يعمل لنفسه، ده هو اصلا بتاع دعايه واعلان، فعايز يعمل لافته للدعايه والاعلان. طيب هو هنا اختار البرنامج اللي يصمم بيه اللوحه دي، اللوحه اللي فوق دي، واحنا شايفين هي لوحه سهله، هي مش محتاجه اكتر من ان انت ورق معين وتصميم معين انت بتكتبه، او البيانات اللي عايزة تتكتب على اللوحة دي، وبعد كده بيحطها على لوحة خشب وبيبدأ يعلقها. فالبرنامج المناسب لحاجة زي كده، وانا شايفة ان هو كتابة اكتر، كتابة ورسومات، فيبقى برنامج الفوتوشوب مثلا. طيب اخترنا مثلا برنامج الفوتوشوب، تيجي بعد كده بعد اختيار البرنامج بتختار حاجة اسمها اختيار القياس. بعد ما بتختار البرنامج المناسب بتختار القياس. قبل ما بتعمل حاجة بتقيس، انت عايز تقيس ايه؟ عايز تعمل عايز تعمل المحل بتاعك ده عايزه على مساحة قد ايه؟ هل مثلا طول في العرض في الارتفاع؟ هل هو حاجة صغيرة ولا حاجة متوسطة؟ بتبدأ تقيس الاول، اهم حاجة تقيس قبل ما تشتغل، عايزها مربعة، عايزها مستطيلة، عايزها مدورة زي اللي فوق دي كده، حاجة مدورة، شكل مدور جوه مربع، انت عاوزها عاملة ازاي؟ فبتبدأ تقيس الاول، بتبدأ تقيس قبل ما بتبدأ تقيس الاول الـ 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 الشكل بتاعك قبل ما تبدأ تنفذ. طيب يجب اختيار حجم ونوعية اللافتة
قبل البدء بالتصميم زي ما قلت لكم. يمكن اختيار التصميم للافتات المستخدمة في المعارض واللافتات الدعائية الكبيرة. هو بيديك كمان ساعات، بيديك بيقول لك بيديك اختيارات، يعني في برامج بتبقى جاهزه فيها زي تمبلت جاهز كده، بيقول لك انت عاوز مثلا تعمل لافته المعرض لمحل، لافته جوه مثلا، لافته تنبيهيه زي بتاعه وانت ماشي في على الطريق، ان هنا دايوترن، هنا هتقف، هنا في ملف، هنا في اشاره. فهو بيديك زي اوبشن كده اختيارات، انت عايز تبدأ اللافتة بتاعتك في انهي مكان. تمام، تالت حاجة مهمة الخطوط. دلوقتي في الخطوط، انت في الخطوط ده خط الكلمة بتاعتك، عايزها عاملة ازاي؟ بتختار نوع الخط، عايزه عربي ولا عايز الخط ده يتكتب بعربي ولا بانجليزي، عايزه في حاجة فيها بولد تبقى هي الكبيرة، يعني كلمة هي اللي فيها تلفت النظر اكتر زي اسم المحل، وتحت في كلمة بسيطة بلون بسيط اللي هو ايه، بيعبر عن ايه المحل ده. في هنا هو واخد لوجو كده، لوجو حاطط رقم تليفون تحتيه، ده اللوجو ده تقريبا ده لوجو اللي رسم الرسمه، هو عامل لنفسه يعني ان هو دعايه ليه، او هو الراجل اللي في المحل نفسه حاططها وحاطط رقم تليفونه للوجو بتاعه كده، يعني ده بيبقى بالطلب. فين 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 ده الخطوط، قلنا الخطوط بختار خطوط واضحه تكون سهله القراءه وتتماشى مع النمط وحجم اللافته. يعني مثلا اللافته اهي، ما اروحش انا حاطه كلمه الخليل دي بشكل صغير، احنا حطها بشكل متناسب مع، تحس تبقى واخده تلت الاعلان كده مثلا، ما تبقاش هي ايه صغيره كده ومش باينه زي الحاجات اللي تحت دي كده، لا هي الاسم المحل يبقى هو ده الكبير، يكون سهل القرايه، ما اختارش حاجه صعبه عشان خاطر الناس تبقى عارفه اسم المحل بسرعه. إيه لو انا بعلن عن حاجه يبقى اسم المنتج يبقى سهل ان انا اقراه، سهل ان انا افتكره بسرعه الكلام ده. والخطوط قلت بختار خط واضح وسهل عشان يمشي مع الموضوع. خلاص، الصور ممكن استخدم الصور عشان اضيف بعد جمالي مثلا للافته. هو هنا مش حاطط صور، ولكن مثلا حاطط اللوجو بتاعه بتاع المحل، عامل هنا شكل كده مستطيل. ممكن في ناس بتحب تضيف صور جنب، يعني مثلا محلات الملابس تلاقيه بيحط صور للموديلات اللي بيبيعها، محل الشوز مثلا بيرسم شوز هنا، محل الورد هتلاقيه راسم ورد. ممكن تلاقي محلات بتحط رسمة بتعبر عن ايه، محلات البن مثلا هتلاقي راسم لك هنا حبات البن او فنجان قهوة وهكذا. الصور بتدي بعد جمالي، واختيار الصورة برضو بيدي يعني بيعبر، بيكون مناسب لموضوع اللافتة. يعني انا ممكن لو شفت حباية البن او شفت فنجان القهوة اعرف على طول انه ايه، ان ده قهوة، ان ده بيبيع قهوة وبيقدم قهوة. تمام، رقم 5 وحاجة مهمة جدا 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 اختيار اللون. دلوقتي في الالوان هنا قدامي احنا عينينا مرتاحة جدا، بنختار كام لون مع بعض، مثلا اختار اسود وابيض والاصفر، ده مش مزود عن كده خلاص، هو 3 الوان بيتحرك فيهم، الاسود مع الاصفر مع الابيض بيدي شكل جميل واضح، مش مفيش الوان، مفيش اخضر، مفيش احمر، مفيش في النص كده لون غريب طالع، لا لعب في 3 الوان استخدمهم، ما استخدمش غيرهم، ووضحوا لي هو عاوز يقول ايه بشكل جميل وبسيط خالص. يبقى ده ايه، اختيار الالوان. بيقول ايه في اختيار الالوان، لازم اختار الوان مناسبه والتي تتناسب مع موضوع ومعنى اللافته. يعني مثلا لو انا بحل محل بن قهوه، الالوان المناسبه مع البن هي الوان الكافيهات كلها والفواتح والكافيه، يعني فواتح كافيه على طول بني، ما ينفعش احط حاجه لونها احمر كده مش لذيذه، يعني حاجه لونها احمر، حاجه لونها اخضر، الالوان دي مش متناسبه مع الايه، مع الموضوع.
نيجي بعد كده لحاجة اسمها النص. النص بيقول يجب كتابة النص بشكل واضح وصحيح. لازم تكتب النص بشكل واضح وصحيح. يعني ايه؟ يعني ما اكتبش حاجة فيها حرف غلط، ما اكتبش حاجة معناها مش صح، معناها مثلا مش حلو. لازم اكون بتوسع الخطوط وحجم الخط وحجم وحسب حجم وحسب الحجم اللي انت بتختاره. يعني ما تجيش مثلا انت كتبت كلمة الخليل، هو بعد حرف الياء وسع شوية لحد حرف اللام. هي مدية بعد كويس، مدية شكل جمالي لطيف، بس ما عملش كده بقى في يعني ما عملش مثلا ايه، ما عملش ما وسعش كده في كل الحروف. يعني ما جيش عندك بعد الخاء ووسع، بعد اللام ووسع، هتبقى يعني شكلها مش لطيف. انما لو هتاخد اخر حرف بس وتشد وكده عادي شكله لطيف لحد ما. انما يعني مثلا زي الكلمة دي كده، بصوا زي كلمة بالحاسب، لو انا وسعت ما بين الخطوط الكلمة اللي هي دي كده، بص انا وسع كده ووسع تاني كده، ما اعتقدش في الشكل كده حلو. يعني بصوا كمان، بصوا كده انا موسعة كلمة بالحاسب، بصوا انا عملتها كده شكلها مش لطيف، انا كده موسعة ما بين الخطوط، ما بقتش لطيفة. انما لو انا قلت مثلا هوسع الحرف اللي قبل الاخير كده بس واسيبها كده، فالى حد ما لطيفة تمام. فانا راعي قوي وانا بستخدم الخطوط والنصوص ان انا ايه، ابقى مظبطة الخطوط بتاعتي والكلمات ما بين كل كلمة. كمان لو انا اكتب اكتر من كلمة، يعني في تحت الدعاية والاعلان، ما ينفعش مثلا اوسع مسافات كده كبيرة، ما ينفعش مثلا بكتب جملة واعمل كده، كده مش حلوة، كده الشكل مش لطيف. لازم اراعي المسافات دي كلها. طبعا الحاجات دي احنا بنكتسبها واحنا شغالين، انت بالفطرة عينك ما بترتاحش للحاجات دي، عينك بتبقى حاسس انه لا يعني مش في حاجة غلط، فبالتالي بتفضل تقعد تظبط لحد ما بتختار شكل لطيف وافضل حاجة. تجربة التصميم رقم 7. تجربة التصميم بيقول ايه؟ يجب تجربة التصميم على الشاشة والتأكد من ظهوره بالشكل النهائي. يعني ايه؟ يعني انا بعد ما اخلص مثلا تصميم الشكل ده، ما ينفعش ان انا اسلمه للعميل كده على طول، وما ينفعش ان انا بعد ما اصممه على الشاشة اروح طبعه على طول، لا لازم اجرب الاول، اعمل زي شكل كده اقول له قبل ما اطبع، اقول له شكله في الطباعة هيكون عامل ازاي، فيبدأ يوريك. مثلا زي ما احنا في الورد كده بنعمل حاجة اسمها برينت بريفيو قبل ما بنطبع. فين برينت؟ برينت اهي، بيديك بيقول لي لو انا هطبع الورقة دي هتبقى بالشكل ده، هتبقى عاملة كده الطول والعرض والتظبيط، والصورة هتبقى الناحية دي في الورقة. ثانية واحدة عشان هنج. والصورة هتبقى الناحية دي في الورقة مثلا، فهتبقى على الشكل ده كده، فموافق ولا مش موافق؟ فهشوف مثلا انا لا انا مش عاجبني الصورة تبقى هنا، لا انا عاوزاها تبقى في النص فاجيبها في النص. مش عاجبني مثلا الظل اللي طالع في الصورة ده، لا انا مش عاوزه، وهكذا.
خلاص، فيبقى لازم اجرب التصميم الاول، يجب تجربة التصميم على الشاشة وتؤكد من ظهوره بالشكل النهائي. طب خلاص انا اتأكدت وتمام، اجي بقى لمرحلة الطباعة. الطباعة دي برضو من المراحل المهمة، تأكد من جودة الطباعة والالوان وملائمتها للحجم المطلوب. طبعا ان انا اطبع ورقة غير ان انا اطبع لافتة، غير ان انا اطبع بروشور مثلا اللي هو بيتوزع، غير ان انا اطبع منيو للاكل، كل الحاجات اللي هي بتطبع دي لازم تكون مناسبة للحاجة اللي انا بطبع عليها. لو انا هطبع لافتة زي دي وهحطها على خشب مثلا، لازم ورقها يكون ورق معين، ما ينفعش ورق الكروسة بتاعنا، ما ينفعش ورق لوحة معين، ورق لوحة لا، لازم ورق يبقى قوي شوية. فانا بختار في الطباعة، بتأكد من الطباعة واللون والملائمة للحاجة اللي انا ايه هروح احطه فيها. التركيب ده بعد الطباعة برضو، انت بتشوف هتركب بقى، هتركب اللوحة اللي انت عملتها دي هتركبها بايه، ممكن تلزقها استخدام لاصق او علبة لتركيب اللافتة، في حاجة معينة كده بتركب اللي هي العلبة اللي هي الخشب، في ناس في خشبة معينة كده انت بتجيبها وبتلزق عليها وتعلقها، في ناس ممكن تكون بتلزق على حاجة هي عاملاها نفسها، على حسب بقى، وبتركب بشكل صحيح وامن. تمام، ده كده ايه عملية اللي بتعدي، المراحل كلها اللي بتعدي علينا لما نيجي ايه نرسم حاجة. الناس اللي هي بتشتغل في الفوتوشوب بتعمل كده، بتستخدم بتمشي الخطوات دي، تختار برنامج الاول يتناسب مع الحاجة اللي هي هتعملها، المهندس بيختار برنامج اسمه اوتوكاد، المعماري بيختار برنامج تاني معين، وهكذا. تختار المقاس، اهم حاجة تظبط المقاسات قبل ما تعمل. تختار الخطوط اللي هتكتب بيها، هتكتب بخط شكله عامل ازاي. الصور لو هتحط صور بتدعم الكلام بالصور برضو، لا دي طريقة معينة. تاني الصور، الالوان الالوان اللي انت بتستخدمها في شكل الكتابة دوت، النص، تجربة التصميم، بتجرب قبل ما بتجرب قبل ما بتدي المنتج النهائي، بتطبع تشوف جودة الطباعة عاملة ازاي، بتركب. خلاص تعالوا بقى نشوف رقم 4، انواع برامج الرسم والتصميم. ايه هي الانواع؟ هم انواع كتيرة قوي، احنا هنقراهم كده نعرفهم، لكن في الامتحان مش بسأل في كل دول، انا بختار بس نوعين كده وهقول لكم عليهم، يعني مش هسأل في الامتحان في كل دول. وبعد شويه انا هقول لكم نعمل اسئله، هنطلع اسئله من المحاضره الاولى دي، بحيث تبقى هي دي الاسئله بتاعتنا سواء صح وغلط واختيارات. برامج، انواع برامج الرسم والتصميم، برامج التصميم، برامج التصميم الرسومي، برامج بنرسم بيها زي برنامج اسمه ايه ادوب فوتوشوب، برنامج اسمه كرول درو، برنامج اسمه الجي اي ام بي، برنامج اسمه افينيتي ديزاينر، برنامج اسمه برو كرييت، وده بنستخدمه في اللوح. تمام، في برامج رسم بياني، دي زي اللي هو ايه احنا بنشوفها مثلا في البورصة، بنشوفها مثلا في المؤتمرات لما بيحبوا يعملوا اعداد احصائية مثلا، كنا بنشوفها وقت الكورونا كانوا بيقعدوا يقولوا ايه العدد مثلا في دولة امريكا كذا، في اليمن كذا، وهكذا. يديك رسم بياني كده الاعداد بتتزايد بشكل عامل ازاي، او الوفيات ازاي من عافينا يعني، ممكن بورصة الفلوس مثلا، الدولار بيزيد بشكل قد ايه، الذهب بيعمل بشكل قد ايه، ده رسم وتصميم بيديك زي تنبؤات كده للحاجات بالرسم البياني. ايه البرامج اللي زيها؟ برنامج اسمه فايزو، مايكروسوفت فايزو، برنامج اسمه لوس شورت، برنامج اسمه اومني جراف، دول كلهم برامج رسم بيان. طيب في برامج رسم ثلاثي الابعاد، زي ايه اللي هو 3D، زي حاجه اسمها الاوتوديسك مايا، البلندر، برامج اسمها سينما 4D، برنامج اسمه سكتش اب، دول كلهم برامج ثلاثيه الابعاد. طيب في برامج الرسم الهندسي والمعماري، زي ايه؟ زي اوتوكاد اللي انا قلت لكم عليه ده مثلا، انا ممكن اسال فيه عشان ده مهم قوي ومشهور، ده بتاع الرسم الهندسي والمعماري اوتوكاد. في برنامج اسمه ريفيت، في برنامج اسمه اركيكاد، دي كلها ايه برامج رسم هندسي ومعماري. طيب
في برامج الرسم الرقمي. ايه برامج الرسم الرقمي ده؟ برامج الرسم الرقمي حاجة اسمها الادوب الليستريتور، ده بيرسم زي ديجيتال كده. حاجة اسمها الكورال بينتر، كليب بينت، استوديو كليب بينت، في حاجة اسمها الريتم. برامج تحرير الصور اللي هو زي الفوتوشوب كده، بس بيعمل في حاجات اوسع، في ادوب لايت روم، في حاجة اسمها كابتشر وان، في حاجة اسمها الاي سي دي سي، في الدي اكس او، فوتو لاب. دي كلها برامج تحرير صور. في برامج تاني للرسم والجرافيكي، في حاجة اسمها الادوب اند ديزاين، في حاجة اسمها الاكسبريس، في حاجة اسمها السكريبس، والكورال درو تاني. خلاص، انت مش مطلوب منك من كل دولت غير ان انت تبقى عارف ان كل نوع تصميم بيبقى ليه برامج معينة. يهمني انك تكون عارف الادوب فوتوشوب، ده بالنسبة لي مهم، الادوب فوتوشوب، واللي هو ممكن مثلا الرسم البياني فايزو، ثلاثة بس ده معروفين دولت، بحيث ايه دول اللي اكتر استخدام بالنسبة لنا احنا بنشوفهم الناس العادية. يعني ممكن تحتاج، يعني المهندسين بيحتاجوا الاوتوكاد، اما احنا لو احنا بنعمل حاجة مثلا لشغلنا، حاجة بسيطة، بنعمل مشروع تخرج، بنعمل حاجة لينا احنا، اكتر البرامج اللي بنستخدمها الادوب فوتوشوب والفايزو، ده لو بعمل بستخدم رسم بياني. تمام. برضو تاني هنا بطريقة تانية، اهو هما دولت اللي انا قلت عليهم، بقى دولت اللي انا هسأل فيهم. برنامج اسمه الادوب فوتوشوب، برنامج تاني اسمه برامج الاوتوكاد دوت، والسكتش عشان ده يبقى سهل عليكم في النطق. خلينا في دول. ده برنامج الادوب فوتوشوب، وده برنامج برضو احنا هنستخدمه هنا في المادة دي، هنتعلمه، هناخد منه كده زي مبادئ استخدامه، ونتعلم فيه ايه، ونعرف نتعامل معاه، ونجرب نستخدمه ازاي. فده اسمه برنامج الفوتوشوب، فده قصدي بيستخدم في ايه، برنامج رسم وتحرير الصور الشهير. ده مشهور، يستخدم في العديد من المجالات مثل التصميم الجرافيكي، تعديل الصور، وصناعة الرسوم المتحركة. دوت بيستخدم في مجالات كتير، جرافيك، صور، رسوم متحركة. طيب، في أدوب إليستريتور، ده مشهور برضو، ده بيرسم متجهات، بيستخدم في تصميم الشعارات اللي هو اللوجو، وبرضو بيستخدم في الرسومات البيانية، وبرضو في الرسوم المتحركة. هو زيه بس في استخدامات تانية أكتر. في حاجة اسمها الكورال درو اللي انا قلتلكوا عليه، ده رسم وتصميم، بيستخدم برضو اللوجو، رسوم بيانية ورسوم متحركة، نفس الفكرة بتاعتهم بس هي برامج مختلفة. في الاوتوكاد اللي انا قلتلكوا عليه، الاوتو ديسك اوتوكاد، ده برنامج لتصميم ورسم الهندسة المعمارية والميكانيكية. السكتش اب، سكتش من اسمه كده، يبقى بيرسم رسم ثلاثي الابعاد، ممكن يستخدمه في رسم مباني او مشاريع هندسية، في الرسم بس يعني، ممكن نستخدمه في رسم المباني والمشاريع الهندسية دي. في البلندر، برنامج اسمه بلندر، البلندر ده بستخدمه في تصميم وتحرير الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد والمؤثرات البصرية، زي ما بنشوف مثلا، زي ما قلت لكم كده في الأفلام الأجنبي. زي ما قلت لكم كده في الافلام الاجنبي مثلا، واحده البلندر ده، احنا قلنا في تحرير الرسومات والرسومات المتحركه والمؤثرات البصريه، زي ما قلت لكم في الافلام الاجنبي في زي حركات خداع مثلا، بيخليك تشوف حاجات هي مش موجوده بس بيضحك عليك زي. تمام. برنامج اسمه الجي اي ام بي، ده برنامج لتحرير الصور برضو والرسم الرقمي.
في حاجة اسمها الانك سكيب، ده برضو لتصميم رسومات متجهة. خلاص، بيقول ان دي كلها امثلة على برامج الرسم والتصميم المتاحة. ممكن اخد برامج تانية غيرها كلها في التصميم الصناعي والداخلي والازياء والرسومات المتحركة وغيرها. خلاص، دي كانت المحاضرة الاولى، هي سهلة خالص، يعني اهم حاجة عشان خاطر نطلع منها اسئلة للصح والغلط والاختيارات والكلام ده كله. اخدنا ايه تاني؟ اخدنا ايه الرسم والتصميم، يعني ايه اصلا الرسم والتصميم، ايه هو الرسم والتصميم. اخدنا تعريف التصميم بالحاسب الآلي، اخدنا بيستخدم في ايه، مجالات عديدة زي التصميم الهندسي، المعماري، الرسوم الكاريكاتورية، تصميم اللي هو بصمم بيه تصاميم معقدة عشان بيوفر لي الوقت والجهد. اخدنا مثال زي ده، انا بقول بستخدم الرموز والرسوم عشان اوضح معنى مثلا زي ممنوع التدخين كده. اخدنا ايه الفرق ما بين ان انا اصمم بالحاسب الآلي او اصمم تصميم تقليدي. ايه الفرق ما بين، اخدنا ايه الفرق ما بين التصميم بالحاسب والتصميم التقليدي. التصميم بالحاسب بستخدم برامج وادوات رقمية عشان انشئ التصاميم بتاعتي. اما التصميم التقليدي فانا بستخدم القلم والورقة والالوان عشان خاطر اصمم. قلنا الحاسب بيكون اسرع وادق واكثر مرونة، والتعديل عليه بيكون سهل وبسيط، وده بيوفر لي طبعا لو هو ثلاثي الابعاد بيوفر لي ان انا اعمل مشاريع كبيره بالحاسب الالي دوت. طبعا بيكون مربح برضو، الناس اللي هي بتتقن انها تستخدم التصميم بيكون مربح ليها، بتجيب فلوس كويسه. خدنا بعد كده انواع الرسم، قلنا في رسم جرافيكي ده للشعارات والاعلانات، مواد تسويقيه، تصميم ثلاثي الابعاد، بعمل نماذج ثلاثيه الابعاد للاشياء والشخصيات والمباني، في تصميم صناعي، في تصميم داخلي، تصميم معماري، تصميم تحريكي ده اللي بتاع الرسوم المتحركه والافلام القصيره، في تصميم اعلانات. خدنا لو انا عايزه اوضح ازاي اعمل لافته باستخدام الكمبيوتر، دي اخترنا لافتة، قلنا في خطوات لازم اتبعها عشان اعمل لافتة، اختار برنامج مهم، اختار البرنامج المناسب لنوع الحاجة اللي انا عايز اعملها، اختار المقاس المناسب للحاجة اللي انا بعملها. بالنسبة للخطوط تكون الخطوط واضحة وسهلة ان انا اقراها، ما احطش خطوط مش واضحة. اختار المقاس المناسب، اختار خطوط واضحة، اختار صور لو انا عايزة اضيف صور للكلام دوت، اختار الوان مناسبة اللي بتتناسب مع موضوع، اختار الوان مناسبة تتناسب مع موضوع الحاجة بتاعتي. هجرب قبل ما اطبع، هجرب هطبع اشوف جودة الطباعة بتاعتي عاملة ازاي، واشوف هركب هلزق ولا هستخدم علبة للتركيب. دي حاجات مهمة خالص. خلاص، 6 7 9 خطوات دول مهمين، هوريكم دلوقتي ممكن نسأل ازاي في الكلام ده كله. قلنا دي برامج، انواع البرامج كلها، قلنا اهم حاجة بالنسبة لي برامج التصميم الرسومي اللي هو الفوتوشوب، وبرنامج اللي هو الاوتوكاد ده برنامج برضو للرسم والمعماري نكون عارفينه. اشهر البرامج هما اللي انا معلمة لكم عليهم دول، الادوب فوتوشوب ده برنامج بنستخدمه في تحرير الصور، مجالات زي الجرافيك وتعديل الصور والرسوم المتحركة، الاوتوكاد للتصميم والهندسة، السكتش ده لتصميم ثلاثي الابعاد بستخدمه في المشاريع والمباني. تمام، طب لو احنا بقى حابين نطلع اسئلة
عشان خاطر نبقى عارفين برضو هنسأل في الامتحان ازاي، لان كل محاضرة نطلع منها اسئلة كده بحيث يبقى عندنا بنك اسئلة. مثلا لو هنشوف صح وغلط، لو هنطلع من هنا كده اسئلة صح وغلط، نكتب كده مثلا رقم واحد. لو انا مثلا ناخد من اول خالص التعريف، مثلا ده تعريف التصميم بالحاسب الآلي، هو عملية تصميم وانشاء الرسومات والصور والنماذج ذات الابعاد الثلاثية والثنائية عن طريق استخدام برامج الحاسب الآلي. طيب مثلا احنا ناخد من هنا بيقول يمكن استخدام التصميم بالحاسب في مجالات عديدة مثل التصميم الهندسي والمعماري والرسوم الكاريكاتورية، ايوه، والتصميم الداخلي والتصميم الجرافيكي. ممكن مثلا ناخد من هنا لهنا واسألكم هل هو بيستخدم الرسم بالحاسب في الموضوع ده؟ ممكن نحط هنا سؤال، طبعا الإجابة هتكون صح، انا بستخدمه فعلا في حاجة زي كده. طيب رقم اتنين، هو سهل خالص بس انا بحاول نساعدكم عشان خاطر ننجح في المادة دي، عشان دي المواد من المواد اللي هي خلاص بتخلص، ناس كتير كانت شايلاها وناس كتير ما كانتش مسجلاها، عاوزين نخلصها على طول عشان تخلص معانا على الاخير، الناس اللي هي دواعي تخرج والناس اللي هي خلاص اخر سنة، عاوزين ننجح ان شاء الله من المادة ونخلص. هي مادة سهلة خالص، نذاكر بس المحاضرة كده زي ما انا ماشية معاكم، خصوصا انكم مش بتحتاروا وفي اعمال سنة وفي الكلام ده كله، فلازم نذاكر عشان خاطر الموضوع يبقى سهل. يسمح هذه التقنية بعمل تصاميم معقدة ودقيقة وسريعة التنفيذ، مثلا سؤال زي ده ممكن نغير فيه بقى، نكتب كده مثلا يسمح التصميم بالحاسب الآلي او نقول بقى لا يسمح التصميم الحاسب الآلي بعمل تصاميم معقدة ودقيقة وسريعة التنفيذ. طبعا لا، بيسمح طبعا، يبقى اللي هنا الإجابة خطأ. تمام. رقم ثلاثة، نشوف كده هنا مانيوال بشكل بسيط وسهلة الفيلم. طبعا يمكن هنا نوضح، تعالوا نشوف الفرق. يمكن ناخد العبارة دي كلها، التصميم بالحاسب يستخدم البرامج والأدوات الرقمية لإنشاء التصاميم، بينما ممكن نبدل، يعني نخلي بالنا كده، نعكس نقول نخلي بالنا ممكن نبدل، نقول ايه التصميم بالحاسب او التصميم التقليدي، نقول كده التصميم التقليدي، نبدل التصميم
التصميم التقليدي يستخدم البرامج والأدوات الرقمية لإنشاء التصميم، بينما التصميم بالحاسب يتم بشكل يدوي باستخدام الأدوات المختلفة. نشوف بقى، سؤال سهل بس لازم نخلي بالنا منه. طبعا خطأ، يعد التصميم بالحاسب أسرع وأكثر دقة ومرونة. أيوه، بحيث يمكن للمصممين التعديل على التصميم بسهولة والتجريب. ماشي، هنا بقى ممكن نقول إيه؟ برضو هنا لا يمكن للمصممين التعديل على التصميم بسهولة باستخدام الحاسب الآلي. لا يمكن للمصممين باستخدام الحاسب الآلي التعديل على التصميم بسهولة والتجريب. برضو غلط. طبعا ايه، انا بجيب لكم الغلط، ولو ممكن يبقى صح برضو، يعني ممكن نحطها في شكل صح لو هو ايه بيعدل، ممكن اعدل او ممكن اعدل. طيب تعالى نشوف مثلا يوفر التصميم بالحاسب القدرة على انشاء تصاميم ثلاثية الابعاد والعمل على مشاريع كبيرة بشكل افضل. ايوة، نحطها زي ما هي ونقول صح. ستة، نقول مثلا يمكن أن يتم استخدام التصميم بالحاسب والتقليدي معا للحصول على أفضل النتائج. أيوة، نحط الجملة دي كلها ونقول صح. تمام، احنا كده طلعنا صح والغلط. ممكن نطلع اختيارات كمان دلوقتي، نشوف بقى اختيارات. من أنواع الرسم والتصميم بالحاسب.
نقول مثلا تصميم جرافيكي، دي ألف دي ب دي ج دي د طبعا كل ما سبق. من انواع برامج الرسم، ايوه كل دولت ايه يعتبروا، طبعا ممكن احط غير الثلاث انواع دول، ممكن احط ايه انواع تانية، مهم ان هي تكون من الانواع دي. تمام، طيب ممكن ان انا اعمل كده واقول برنامج، تبقى ثلاث مرات مثلا، برنامج نقط، هو برنامج رسم وتحرير المنتجات المختلفة. نعمل كده، نعمل كده، برنامج ايه بقى هو اللي بيعمل كده؟ هل هو برنامج الادوب فوتوشوب ولا برنامج ده مثلا اللي هو ده اوتوكاد؟ ولا هو برنامج اللي هو ده؟ ولا هو برنامج تمن هو هو الادوب فوتوشوب. انا بختار الادوب فوتوشوب، نفس الكلام اللي عملناه في البرنامج ده نعمله في الثلاث برامج بقى. يعني هنعمل كده ونقول فين اللي هو ده برنامج الرسومات الميكانيكية، فطلعنا اسئلة من الايه برنامج نقط، هو نشوف من هنا نفس الاختيارات نحطها، ولكن المرة دي مش هيكون ده، هيكون الإجابة الأوتوكاد. أربعة البرنامج اللي بعديها آخر حاجة اللي هو الاسكتش ده، برنامج نقط هو شيان هندسية، بدل دي هيكون برنامج اسمه سكتش اب. تمام، طبعا انا ممكن احط اسئلة تانية كده، احنا خدنا ايه ال
احنا خدنا طريقتين كده في النص عشان تبقوا عارفين. بول ده هي كمان عشان تبقوا عارفين. خلاص يبقى احنا كده خدنا حوالي 4 أسئلة اختيارات. خدنا صح وغلط من الأسئلة دي. ممكن كمان اطلع أسئلة اكتر يعني مش بس دولت. ممكن كمان من هنا مثلا في الاختيارات مثلا عند تصميم مثلا لافتة بالحاسب الآلي او في سؤال كده ممكن صح وغلط. مثلا نقول ايه السؤال ده كده جالي في المية دلوقتي 7 مثلا. نقول عند اقول ايه اول خطوات تصميم اللافتة بالحاسب الآلي هي اول الخطوات هي اقول مثلا اول الخطوات هي اختيار الالوان. هل اول حاجة هي اختيار الالوان ولا اول اختيارات؟ نقول اول اختيارات هو اختيار البرنامج المناسب. لا هو مش اختيار الالوان هو اختيار ايه اختيار الـ 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 البرنامج المناسب. ولا ثانية اقول لكم على حاجة بلاش مش خليها لافتة اوكي مفيش فيها مشكلة. هو انا مهم ان انا اراعي اختيار الالوان بس اول خطوة اراعي استخدام البرنامج اللي انا ايه بستخدمه. خلاص كده دي بنك الاسئلة وكده دي المحاضرة كلها هبقى ارفعها لكم دلوقتي ان شاء الله. لو في حد عنده اسئلة او حد عاوز حاجة انا موجودة في المعهد. انا اسمي دكتورة اسماء هتلاقوني موجودة. لو عاوز حاجة يجي يسألني لو في حاجة مش مفهومة او مش واضحة. لو انتوا المحاضرة هي المفروض المحاضرة يوم الحد من الساعة 11:30 من 11 ل 12 المحاضرة من 12:30 محاضرتكم من 12:30 في قاعة 3. لو في حد عايز يسأل في حاجة ممكن يقدر يجي يوم الحد من 12:30 في قاعة 3 تمام. ادي كده كل المحاضره ودي بنك الاسئله وكل مره نحاول نطلع من الايه من الاسئله من كل محاضره كده نطلع اسئله بتاعتها تمام. دي كده المحاضره الاولى. انا هرفعها لكم دلوقتي اشوفكم على خير ان شاء الله.